منم منقوان ترو علاما بينورنم وسانوچن بطبق مكتل لمن كبار هنا عديس لماد لما جمر ويم سوسن لمتو للناسب انجلالن نگر جل ياسب نون نگر لما ساكات يگد بتغاتنا كتاينت باللو ملكو مسراتي تبق بنال بزو سووش وسانوچن بالما موالاتاچو بغزي بهابت ويم بتنساشنت اترت ويم كجمرو بوالا كنات بمادات سايساك كالاچو يكرالو بمرمر اندى ترقاقاتو اسراس الدس بمتو ياهلو ساوش بچا وساني اچون بمكتل ياسبو تناساكتوال عبزان يوچو ساوش كجمرو كااند اسكاس الدس سامنتات وست تسفاق ورطو اكداچوني تاوتال انام بزي مكنيات كامت آمت ياننو اكد لمدقاقم يقددالو انا لمندنو بزوانگزي يا عدیس آمت اكدو چاچن كاقب سايدرسو يمي كشفوت بكتاي بمكنيات النت يمي تكاسوتن عمستو قدعوشن النيالن عاندنيا كاللالويم لكي هونو كدوشن مازاقاجت ساووش بفتنت يمي درسو باچون كامت انبلاي اسجاقاري هونو علاماوشن يازاقاجالو ويم بانس اراوي النت كاللالي هونو قبوشن عود اتو بفتنت بمسالجتي توتال سلازي وساني وچاچون لتدرسو باچو يمت شلواشو مهوناچو لمايت بدقامي مكالس بات اماس فلاقينو لمسالي النزي مسفرتوش تتك امو ليكو تارو يمي شلوناچو باقي زيدة تقدبوال باقلز يتاليوس ناچو اكدوچوس كنان تقبوش قاري متعطنالو ودتنان نش كورت راچوش مكفافرسي چالال بازغا جاچواشو يقزي قدبوستس النسون ماساكاتي چالال يالو تنشجروش لمفتاث قورت انيامو اندال لباچو رغت انيامو بحارياتشون ماستقاكل اندال لباچو ماستوسو سلزي بكرميا قبوچاچون مكنياتاوي موناچون عرقاقتو هلت انيا تتاياك انات ماتات كاسل تاني كاماكاري ويم تتاياك انات كمي سماچو عقاروش غار مسرات يبلتا اندتاكنا ووني رداچوال سكيت ساينس سلوهنا ستيبوچن كتكتلاچو غباچون اندم متاساكو رغت انيامون تشلالاچو قلبت هاچون يميا باكنو سووچن اسوگدو بمتكو كف كف كميا درگواچونا كميا برتاتاچو سووچ گارسرو بتالاي بمت چنقو بتگزي سوستنيا منم كتتل گمگم على مادرگ بيسامنتو ويم بيهولت سامنت گمگم على مادرگاچو يتشالو ادلوچن اندتفترونا كنوناچو ادگتن اندياسا يرداچوال ممازن يميچل كونه مكناون يچلال سلازي كمتن بلاي بماسف گمتاوي وسانيوچن بموسن عامتاوي اقروچاچون اندي بلاش مادرگ يلباچوهم يلقون قطتر يمتادرگوبت يگمگما سند بايانداندو هيدت لينوراچو يگبال اراتنيا براس متراتر ያለፉት ውድቀቶቻችሁ የወደፊት ህይወታችሁ ላይ እንዲወስኑ አትፍቀዱ። በውድቀቶቻችሁ ከተማራችሁ በኋላ ወደ ሥራ ለመግባት ግዚያው አሁን ነው። እያንዳንዱ ትንንሽ ድሎች ለተለልቅ ድሎች የበለጠ እንድትሰሩ ስለሚያነሳሳችሁ እነዛ ትንንሽ ድሎች መከበር አለባቸው። ሁሉንም ትኩረታችሁንና ጉልበታችሁን ይህን ማድረግ የማልችለው ለምንድነው? በሚለው ላይ እንድታተኩሩ ስለሚያደርጋችሁ ራሳችሁን መተቸት ወይም መጠራጠር አይጠበቅባችሁ። ለራሳችሁ ክብር ረራይና መስጋና መስጠት ተማሩ። በራሳችሁ የምታምኑ ከሆነ ጥሩ በሆነ እቅድ በመመራት ምክርን በማግኘት ተገቢ ስልጠና በማድረግ ብዙ ልታሳኩ ትችላላችሁ። ቀጥሉበት ብቻችሁን አይደላችሁምና። አምስተኛ ግልጽ ያልሆነ ዓላማ። ብዙ ሰዎች ዓላማቸውን ማሳካት ያልቻሉት ለምን የሚለው ጥያቄ ግልጽ ስላልሆነ ነው። ሰዎች እርምጃ እንዲወስዱና ግቦችን እንዲያሳኩ የሚያነሳሳው ለምን የሚለው ቃል ነው። ምን እንደሚፈልጉ ሊያውቁ ይችላሉ፣ ግን ለምን እንደፈለጉ ካላወቁ በስተቀር እንዴት ማግኘት እንደሚችሉ ማወቅ አይችሉም። ታዲያ ለምን እነዚህን ውሳኔዎች ታደርጋለህ? እነዚህን ዓላማዎች እንድታሳካ የሚያነሳሳ ምንድነው? የምትሰራውን እንድትሰራ የሚያነሳሳ ምንድነው? ሁሉ ማመካኛዎች ከዓላማው ጋር ጥብቅ ግንኙነት አላቸው። ስለዚህ ይህን ግልጽ ማድረግ አስተሳሰባችሁ ላይ ትልቅ ለውጥን በማምጣት በተሻለ እንድታከናውኑ ይረዳችኋል። ከአዲሱ ዓመት ውሳኔዎች ጋር ተጣብቆ ለመቆየት ጥንቃቄ ማድረግ፣ ኃላፊነትን መውሰድ፣ ቁርጠኝነት፣ ትኩረት ማድረግና አስተሳሰብና ድርጊትን ማመጣጠን አስፈላጊ ነው።
በአመራጭ ውስጥ የወደፊቱን ራሳችሁን መስል መሳል ጀምሩ። መስሉን ተልቀና ብሩ አድርጉት። በጥልቅ ይስማችሁና እንደ እለታዊ ማስተዋሻ ያዙት። አስተውሱ። አሸናፊዎችና ተሸናፊዎች ተመሳሳይ ግቦች አሏቸው። ግን ልዩነቱ ፍጻሜው ላይ ነው። ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁን አስተማሪ መልእክት በዚህ ቋጨሁኝ። መልካም የስኬት ዘመን ይሁንላችሁ። በቸር ሰንብቱልኝ።